ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون من حيث الصحبة، من تقدم إسلامه ليس كمن تأخر، والفضل للجميع، لكن من سبق السابقون الأولون من المهاجرين. ولذلك عبد الرحمن بن عوف من السابقين، وخالد بن الوليد رضي الله عنه ممن تأخر إسلامه. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين؟ لا تسبوا أصحابي، والخطاب موجه لخالد. والسب هنا ليس السب الذي هو ينقدح في ذهن بعض الناس، لا. ولذلك في رواية الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ومسند الإمام أحمد مسند عظيم، يأتي بروايات تبين بعض الإشكالات، ويأتي بروايات يوضح بعض الروايات في الكتب الأخرى. فرحم الله صاحبه الإمام أحمد رحمة الله عليه، في مسند الإمام أحمد قال: أنس رضي الله عنه كان بين خالد وبين عبد الرحمن شيء، ما هو؟ قال خالد لعبد الرحمن: إنكم تتطاولون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني أنكم تفتخرون، ليس التطاول الكبر، لا. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: دعوا لي أصحابي، مع أن خالد من أصحابي لكن الصحبة تختلف، دعوا لي أصحابي. وهذا هو نوعية السب في الحديث، حتى لا يظن أنه السب الذي هو معروف عند الناس، فقط قال خالد هذه الكلمة: تتطاولون علينا بأيام سبقتمونا بها. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب أو مثل الجبال ما بلغ أعماله.